يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سار الليل يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سار الليل يا ابو تلاتة. ايه عزوز جهز نفسك عشان تلقم مثل خويك. تلقم يلقم القامة والقمة حجر في المعجم الوسيط تعني اسكته، وفي المعجم الكبير تعني افحمه عند الخصام. السالفة ذا يا ابو اتركك منه، الكتب لحست مخه. كمل خلى علي. ها ياسر تعال كمل الجيم. تعال ابيك. الى اين ذاهبون؟ الحوش الحوش. حسنا. خير يا عزوز وش فيك؟ هتقول هس. هل انت منهم؟ منهم ذولي اعداء العلم والمعرفة. انني اتعرض لمؤامرة. اها مؤامرة، ومن اللي تامر عليك؟ ان هذا العالم ليس مكانا لي، انهم يحاربونني سيكولوجيا وسيسيولوجيا. ايه وبعدين وش صار؟ لقد اصبح بيني وبين هذا المجتمع بون شاسع في التفكير الميتافيزيقي. عزوز انت تعبان، اوديك المستشفى. مستشفى؟ سبق وان قلت لكم ان هذا العالم طاردا للعباقرة والمفكرين. لن أبقى ولا لحظة واحدة أيها الحمقى. لن أكون سمتريا. ما هو سمتريا؟ أصمت. والله ما راح يضيع كل عنتر عزوز، اعقل. عنتر لم يضيع قبيلة بني عبس، فكيف له أن يضيعني أيها البزر؟ أنا بزر يا عيال. عزوز عامر اتركه، عزوز صار مخ. سلي يا عبلة الجبيلين عنا، وما لقد بنوا الأعجام منا. أبدنا جمعهم لما أتونا، تموج مواكب إنسا وجنا. وراموا أكلنا من غير ريوع، فأشبعناهم منا ضربا وطعنا. لا 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 يا واد، إيش قاعد تسوي هنا؟ دعني أجد إلى العلياء في الطلب وأبلغ الغاد القصوى بالرتب. يا واد إيش الكلام الخربطة هذه؟ رتب وما رتب، الرتب هذه اللي أنت قاعد تقول عنها هي اللي حتيجي وتاخدك للسجن. وبعدين إيش الشعر هذا الملولو؟ أمشي أمشي قدامي انقلع. يلا قوام يا واد أمشي. شوف 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 ذا المهبول يا رجال، ذا شكله ملحوس، اسحب اسحب عليه. ماذا نفعل عند الحجام يا أبتاه؟ يا ولدي أهجد، يا ولدي تعبتني في حياتي، خلاص أسكت يرحم أمك، لا تفضحنا. هل أنتم من بني عبس أم من بني زبيان؟ من بني هلال. مش عند ذا السبك؟ خشيت سبك تعني في المعجم الوسيط سبقته الحياة، سبقته التجارب وعلمته وهذبته. تريد تهذيبا؟ عجب! الله يرحم والديك، أنا جاي حلق وامشي بس. سم سم أبشر. هل تصمت أيها الأصلع؟ يا ولدي يا ولدي لا تخليني أعطيك مخمس يحب قلبك. هيا تعال أقعد هنا، أقعد هنا قوام. أقعد. أيوة. أعتذرني أبتاه. يا زول تعال حبيبي تعال. اسمع، أبغاك تحلق له زينه عشان ينسى سالفة عنتر. من بني من هذا الرجل الطيب يا أبتاه؟ هذا من بني سودان. وأنا من به. إذن هي المباراة.
يا زول مبارزة شنو؟ دموس حلاقة يا واد. قر عساك القريرة يا واد، فضحتنا بين الناس ونزلت وجه الأرض. أتقلق يا باتا أتقلق. إن هذه غنائم الغزوة المباركة، فهل من معترض؟ من يعترض فليأتي معي خلف الجبل لنتبارز رجلا لرجل. أنا مش معترض خالص، أنا مش معترض. حضرتك لو عايز البضاعة خدها كلها، لو عايز المحل كله خده، ولا ولا خد كل حاجة، بس سيبني عيش، سيبني عيش، سيبني عيش، الله يخليك سيبني عيش. ممتاز ممتاز. أي خد لك يا عزوز، ارحم أمك، جبت لي السمرقة. الحوائج هذه أنا اللي حدفع قيمتها، وخلينا نمشي. أبدا لن ندفع. أتريد أن تشوه سمعة أنت بن شداد بين القبائل يا أبتاه؟ لا لا لا، تشوه مين؟ سمعة حضرتك ده أنت نار على العلم، ده أنت مش عارف أنت عامل إيه في مصر، ده من زمان من أيام هنتر وحبلة، وإحنا بنحبك أوي يا باشا. خد كل البضاعة، خد كل البضاعة حضرتك، اللي أنت عايزه كله براحتك خالص. أصمت. فليكن في بالك أننا سوف نأتي لنغزوكم في كل أسبوع مرة أو مرتين، فلتستعد للنزال أيها الوغد. حاضر يا باشا، اتنين تلاتة أربعة، الأسبوع كله، لو عايز ثبت أيام في الأسبوع أغزو. حاضر يا باشا، حاضر. يا أخوي ترى ما يصير كده، ولدك مريضي تعالج الله يشفيه، لا يجلس يأذينا ويأذي خلق الله في الشوارع. أبشر يا حضرة الضابط، والعذر والسموحة منك، الواد هذا أهبل وعقله فيه لوسة. شوف أنت المسؤول عنه، وإذا جاني مرة ثانية ما ألومه هو الله يشفيه، ألومك أنت كأبو. أقول لك له شهر وأبوه حابسه بالبيت عشان فيوزاته ضاربة، وأنت وش كارك؟ شلون وش كاري؟ هذا خويي تبي نتركه؟ بصره ببليس هبول أنت، الله ما ترك خويي. يا ولدي الله يرحم والديك، اسمع كلامي، الواد هذا جنني وفضحني بين الناس، وخايف بكرة يجيب لي الجرية، والضابط يقول إذا سوى أي حاجة حكون أنا مسؤول عنه، عشان كده أنا حبسته. يستاهل، خلوه يعدل. لا يا شيخ، الحين جايب تعزز لي ولا تعزز له؟ يا عم عزوز، السجن مو بحل، أنت سلم ولدك لي واعتبر الموضوع منتهي. ومدجج كره الكومات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلم. مستسلم جادت له كفي بعاجل طعنة، بمثقف صدق الكعوب مقومي. مقومي. أوف 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 أوف، وش ذا؟ معلمك ذا منتهي ما له علاج. أسمع أنت، هذا إيش اسمه؟ استراحة، يعني نجي نجلس ننبسط نرتاح، وإنت يا فقي مو جبته؟ طلعه. أسمع، خذ شلتك ذولي وطلعهم برا. ماذا؟ أتطرد فرساني؟ إيه، أقولك تبي تسكت ولا أطردك معهم؟ يا من شرالة من حلالة علة. أتقصدني بهذا الكلام؟ يا غلام! أنا غلام يا أبو فلافل؟ أنا اللي مطلعك من السجن حق أبوك، ولا كان خست؟ أترفع صوتك على عنترة؟ إذا القتال حتى آخر رجل فينا! القتال! 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 أسمع صديق، 5 دقيقة الاتصال كفيل يجي هنا، تفهم ولا ما تفهم؟ كفيل كفيل كفيل. يلا يلا يلا، لن أدعى لكم، لن أدعى لكم، سوف أأتي في مرة قادمة. إكا مكة كيفو يا خوي؟ الله يستر. إيش في؟ مشينا يا عيال. أتريدون مبارزة الرجل للرجل؟ أم تريدون المعركة مشكل؟ يا عزوز صل على النبي، لا إله إلا الله. أصمت! قلت لك أنا عنترة! أخد! عنترة وراسك، من وين ضافهم ذولا؟ إذن القتال ولا شيء إلا القتال! القتال! مش قتال، الله يرجك أنت وراسك. طب ما في صلح ولا معاهدة؟ أبداً! وقطعا لا شيء سوى النزال يا بني الاستراحة. اهدى اهدى يا فقي، ولا تنسى ان الدنيا فيها شرطة. اذن هل تستسلمون لكي نحقن الدماء والارواح؟ طب دقيقة خلنا نتشاور،
تعالوا يا عيال. ها وش الشور يا بني استراحة؟ أنا أقول الرجال شكله عنده خطط قتالية وممكن يعدمنا، نستسلم أحسن. وأنت يا صالح إيش تقول؟ أنا أقول الحرب خدعة، خلنا ندخلهم من داخل ونأخذهم على قد عقولهم. شورك وداي طلع؟ خلاص حنا قررنا الصلح والهدنة. الهدنة طعم الحرب. الهدنة. الهدنة طعم الحرب. الهدنة. ماذا تريدون؟ البخاري. 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 اتركوا ملاعق قبل الاستراحة، فلنضرب بالخمس. فلنضرب بالخمس. فلنضرب بالخمس. فلنضرب بالخمس. هجوم. هجوم. تريدون الهدنة؟ 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 لا القتال. لا القتال. لا القتال. المسليات. 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 الله 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 قبل الله قبالت محلاها طله المباس محمر والضحكه مله شوفها تبري جروح الفين عله كانها بدر ظهر بالعيد الاضحى الرموش. أسمعنا تلك القصيدة التي كتبتها من أجلي. أنت يا عنتر أقوى واحد بالحارة. بالحارة. الكل يهابك لأنك زلابة. زلابة. أود من الزلابة. أنا الزلابة. أصبر ما خلصت القصيدة. جمعت الكديش وجيتنا بالاستراحة. استراحة. أهلا وسهلا بك يا أبو الشجاعة. الشجاعة. اعطيه عشرة من الابل. تبلاك. أنا. أيوة أنت. طيب. من وينك نياق أنت؟ سوف أخبركم من أين أأتي بالنوق. اجلس. جبت أني بخاري صديق. لا حرج في ذلك، لكن قبل ذلك علينا بالذهاب إلى مكان ما. أترى ما أرى يا عامر؟ إنها أباعر ورعيانها. أصبت. هيا بنا لنأتي بجيش بني عبس ونغزوها. إذن أقول يا عنترة، بما أني قائد بني استراحة وشاعرك الأول، عندي لك رأي. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. الثاني ولا أقصد، ورما أنا أروح أجيب جيش بني عبس وأنت تراقب الوضع هنا عن كثب. لك ذلك يا عامر. إذن إلى اللقاء. اذهب، رافقتك السلامة يا عامر. عيال الرجال وصل إلى مرحلة خطيرة، واللي يسوي ذا يعتبر سرقة، وأنا بصفتي قائد بني الاستراحة أقول الصلح اللي بيننا وبينهم ملغي. القتال. 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 أقول اهجد أنت عزوز المارك الداخل نمسكه وندبغه. فكرة. لقد حل الظلام ولم يأتي عامر بجيش بني عبس. إنها الخيانة يا عامر. لن أدعها لك يا عامر. عمه، لقد أتيت إلى منزلك لكي أخبرك خبرا سيء. ابنك عامر خائن. نعم إنه خائن.
لقد هزمته في وسط المعركة، لذلك يجب عليك أن تتبرأ منه أنت وعشيرتك. أبوك داري لك يا سلم، سوف أعطيك مهلة خلالين اثنين، إن لم تتبرأ منه أنت وعشيرتك هي الحرب بينكم وبين بني عوف. عامل لو سمعت لك تطلب عن ترى سوف أسامحك لكبر سنك أكثر من أنذر. هذه الولاية قد أعذر من أنذر يا عمه. أسمع صديق، أنت يبغى بخاري؟ بخاري 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 بخاري. ما في مشكلة، أنا أعطي بخاري، بس هذا نفر كم يعطي أنت فلوس؟ 100 ريال. أنا يعطي 200 ريال. 200 ريال 200 ريال 200 ريال. بس اسمع، ما في يركب خيل، ها؟ ما في يلبس كذا، بعدين ما في أكل كثير، أوكي؟ تبا لله. أنا؟ أيوة أنت. أجل فسخ ملابسك، يلا يلا أنت وياه، يلا فسخ أنت وياه، يلا بيتكم، يلا يلا يلا. 200 ريال برا تاخذونها من شكوش، يلا توكل على الله، يلا يلا صديق، يلا 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 راح، يلا يلا على طول على الحلاق، ها؟ يلا على الحلاق، يلا حاسبهم يا شكوش. عامر الله يخرب بيتك وبيت اللي يسمع كلامك تاني مرة. خير يا عم، وش صاير؟ أقول لك الواد هذا حيجيب لنا الجرية، وزي ما طلعته من السجن وضربت على صدرك وقلت في وجهي، هيا تعال انت ووجهك وخرجنا من المصيبة هذه. تخطب عبلة؟ أتخطب عبلة وأنت تعلم أنني أحبها يا خثيمة؟ الزوز أنا جاركم، أنا جاركم سعود، خذر ماذا مدري شو اسمه ما أعرفه، والله العظيم ما قد سمعت عنه. يرحم والدك واخر السيف مني، ما ابغى اموت تكفى عزوز. اتظن يوم انك تسمي نفسك سعودا ستفلت من العقاب؟ أخيراً طحت في يدي يا عنترة. عامر؟ أيوه عامر، أنا خرثمة الذي خطبت عبلة. من هذا إذن؟ هذا سعود جارك. لا، هذا سعود جارك، سكنها. هذا سعود جارك. والآن يا عنترة نريد أن نقاتلك حتى تصبح عبلة من نصيب رفيدنا خرثمة. دعوني أعتي بثلاث من الفرسان على الأقل لتكون مبارزة نزيهة. لن نسمح لك أن تجيب نص فارس، أنت أسيرنا فستواجه مصيرك. وراك متحمس، تراها تمثيلية. إيه لا تتحمس، خذوه إلى الغمارة إذن. إن هذا غش يا بني الاستناعة، إن هذا غش. أنت راح لبيتكم، يلا أبو شوشة كل واحد البيت، يلا يلا يا ورع، يلا يلا رحناك أنت، يلا لا أحد يوقف. يلا يا عيال يلا. تخونونني يا بني الاستناعه، تخونونني. طبعا انا عنترة، كل شيء الا الغماره. تذكر يوم غزيتني وروعتني يا عزيز؟ ايوه افتكر كل حاجه. سامحوني يا شباب، تخفى سامحوني. سامحوني، وين نصرف ذي؟ ها جاء الوقت اللي تدفع فيه الثمن غالي. دقيقة صبر، أنا بعترف لكم بحاجة. أنا اسمي مو عنترة يا شباب، كنت بكذب عليكم. أنا اسمي الحقيقي عبد العزيز من مكة شارع منصور. بالله سيبوني خلوني أروح بيت أمي أريح، كنت بامزح. تكفى يا شباب. متأكد من هالحكي؟ يعني موضوع عنترة هذا خلاص؟ بدري علي أكون عنتر، أنا ماني عنتر. إيه كويس يا عيال، اضبطت الخطة. والحين حيوا عزوز، حيوا عزوز، حيوا عزوز، حيوا عزوز، حيوا عزوز، حيوا
كفتة. تعال شوف عزوز على دنا. الحمد لله كوبوي نو مو. أهدارك يا ابو، نزل مسدساتك الكلبية. شتم. اركب هديتك.